إذا مشاهدينا التعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي. أهلا بكم دكتور إلى هذه الجولة الإخبارية. قمتم بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين وقدمتم منحا مالية للطلبة في مدرستي صلاح الدين الأيوبي والشهيد قاسم الابتدائية في سليمانية. لو تحدثنا أكثر عن هذه الحملة. حياكم الله أخي الكريم. أهلا بكم. هذه الحملة ضمن سلسلة حملات يعني اهتمت بمدرسة ثانوية صلاح الدين المختلطة وكذلك مدرسة الشهيد قاسم لو الابتدائية. كلا المدرستين يعني تضمان أكثر من 700 طالب. كان مستقبل هؤلاء الطلبة على المحك، كاد يعني أن تنتهي هذه المدرسة وتذهب حياتهم الدراسية من دون مستقبل ومن دون اهتمام بتحصيلهم الدراسي. نعم. منذ 3 سنوات قدمت المدرسة نداء استغاثة بهيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية لكي تغيث أبناءنا الطلبة من العائلات النازحة التي لا تتمكن من دفع أجور النقل للطلبة وكذلك أجور المدرسين المحاضرين مجانا في كلا المدرستين. قدمت أم القرى منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وهيئة علماء المسلمين المنح المالية منذ 3 سنوات وعلى كلا الفصلين الدراسيين في السنة الواحدة. نحن قدمنا المنح المالية في هذا العام في الفصل الأول وكذلك قدمنا المنح المالية للطلبة المتعففين والمدرسين المحاضرين مجانا في كلا المدرستين في حملتنا التي قدمناها في المدرستين. شملت حملة الدعم المالي 120 طالب من الطلبة المتعففين الذين تعجز عوائلهم عن دفع تكاليف النقل الى من المنازل من المناطق البعيده النائيه على للنقل الى المدرسه وكذلك قدمت هيئه علماء المسلمين ومنظمه أم القرى المنح الماليه للمدرسين المحاضرين في هذين المدرستين. نعم دكتور ناصر، كيف وجدتم اوضاع النازحين ومن المدرسين والطلبه في هذه المدارس؟ طبعا عائلات الطلبه النازحه مستنزفه بشكل كامل من ناحيه اجور المنازل التي تؤجرها في مناطق النزوح وكذلك هي مستنزفه بعدم يعني عدم الحصول على ما يعيلهم من خلال حياتهم في مناطق النزوح. كذلك هؤلاء المدرسين هم يتبرعون بدعم العمليه التربويه بحضورهم المجاني ثم بعد ذلك اذا ما عانوا من صعوبه تكاليف النقل من مناطق سكنهم كمدرسين الى 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 المدرسه النائيه البعيده عن حتى طرق النقل كذلك يعني يجدون عناء في المواصله في التدريس في هذه المدرسه. نحن قدمنا لهم ما يعينهم على يعني تجاوز هذه المحنه التي تمر بها عائلاتنا النازحه وكذلك المدرسين الذين يحضرون مجانا في هذه المدرسه. العائلات تعاني منذ سنوات هم يعني تقريبا منذ اكثر من 4 سنوات او 5 سنوات في مناطق النزوح حقيقه يعجزون عن تلبيه حياتهم اليوميه. كادت يعني بعض العوائل ان تمنع طلبتها ابناء الطلبه من الحضور الى المدارس لانهم لا يستطيعون ان يقدموا لهم ما يعينهم على النقل من المنزل الى المدرسه. جاءت هذه الحمله لتخفف عن كاهل هذه العائلات التي تعاني مراره النزوح ومراره الحياه الصعبه التي يعانوها في مناطق النزوح. نعم شكرا لك الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الاعلامي باسم منظمه ام القرى، كنت معنا عبر الهاتف من اربيل.